Smartfoot Players Agency. Matthew Boniface Godson is a young Nigerian striker, born on October 5th of 1994, whom started his career in the Nigerian Second League. Matthew Boniface played in the season 2012-2013 in the Yemen League, where he realized to finish as the second best top scorer with 9 goals out of 19 games. Matthew Boniface is a quick and impressive striker, has a good pace, plays with confidence, has the ability to peel off his opponents with his velocity. Matthew Boniface has an excellent right foot, decent ball control and dribbling abilities, is physically impressive and strong and wins so key headers and easily outmuscles defenders. Matthew Boniface is young, powerful, and has obviously still has a growth margin. المباراة السابقة ولكن خلونا مع انطلاقة الثعبان ماثيو ينطلق والهدف الأول لمصر ماثيو إنه الثعبان لا يقين إنه الثعبان يضع الهدف الوحدة لم ينتظر طويلا الوحدة يسجل عن طريق الثعبان الله 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 فرحة الزعيم عن طريق الهداف التنظيم عن طريق هذا اللاعب انه ماثيو الفيس يا جماعة انه الثعبان النيجيري يسجل اول اهداف المباراة وفرحة محمد سالم الزريقي جماهير الوحدة اشتعلت المباراة اشتعلت من بدايتها لم ينتظر الوحدة كثيرا لاحظ الانطلاقة والسرعة لاعب الملاحظة يا سلام على الهدف ماثيو الفيس انه الماثيو انطلق من هذا المكان تقدم من هذا المكان سدد على شمال حارس المرمى معاذ عبد الخالق اذا ماثيو واحد الامبراطور لا شيء في دربي العاصمة في كلاسيكو العاصمة انها الادارة ومعاه الجرشي خلص الكرة تعود الى الثعبان استلم الثعبان انطد الثعبان هرب 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 الله الثعبان الذي تعمله انت يا ولد الله عليك الله على اللمسات اخذ الرسولة ايه الدراسة يا زعيم اليوم ايه المدرسة يا زعيم اليوم مدرسة زعيمية مدرسة الزعيم تلقن الاتحاد درسا ماثيو مفيش حاجة معاك علوس معاك علوس يلا احمد احمد يحاول الكرة الأخيرة يرسلها محمد العبيدي في منطقة الجزاء علوس يا الله احمد الرابط كذا رد المرسال وماذا يقول ماثيو براسية بعد كرة جميلة من احمد علوس ماثيو بدا الهجمه مررها العلوس علوس قام بالواجب بن وبر تصدى للكره الاولى وفشل في التصدي لماثيو البعيد عن الرقابه من قبل مدافعي شعب حضرموت الهدف الاول لماثيو للزعيم بعد كره جميله من احمد علوش سدد احمد علوس سددها اصطدمت وتصدي كان من احمد بن وبر ولكن المتابعة في الكرة الثانية والرأسية النيجيرية تدمع وتسقط الكرة في شباك شاب خلص يا اخي تتخلص الان تتخلص طارق المشرقي يلعب اتجاه ماثيو الفيس يحاول فيها نفس الله الهدف الثالث عن طريق الثعبان ماثيو الفيس مرتدة والشباك والهدف الطالب الزعيم يكشر عن انيابه الزعيم يرد الثلاثية في شوط واحد مباراة الذهاب في ملعب 22 مايو انتهت 3-1 لمصلحة الاستي اليوم الزعيم يرد الثلاثية في شوط اول يا ولد يا ماثيو الفيس الثعبان يسجل الهدف الثالث لمصلحة الزعيم
من جديد هنا من عبد المعين. عبد المعين ومبدأي تحت الفرصة من عبد من هنا علوش 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 لماثيو ماثيو روكسي ميرا روكسي ميرا سبورتس Roxy Mara Sports.